السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم في قناة وصفة نت. اليوم إن شاء الله غادي نحضروا مع بعض كيك بالقهوة لعشاق القهوة، كذلك الناس اللي ما كيحبوش القهوة غادي يعجبهم هذا الكيك. لمنهم أنا ما كنشربش القهوة، لكن بالنسبة لهذا الكيك فكنستطع أنني نتناوله. إن شاء الله تجربوه ينال إعجابكم. بالنسبة للكيك فحضرناه بيضتان، يعني كيك بسيط جدا. إلى عجبتكم الوصفة ما تبخلوش عليا بآرائكم، تعليقاتكم وانتقاداتكم. وإلا كانت هذه أول زيارة لكم في القناة فالمرجو الاشتراك مع الضغط على الجرس ليصلكم كل جديد. نخليكم مع مراحل التحضير ونتمنى تتابعوا معي الفيديو للآخر. بسم الله على بركة الله. بالنسبة للمكونات غادي نحتاجو بيضتان، نصف كأس من الزيت، بالنسبة لقياس هذا الكأس فهو 150 ملي، نصف كأس من الماء المغلي، نصف كأس من السكر، كيس من الكاكاو من وزن 7 غرام، كيس خميرة حلويات بيكنج باودر وزن 8 غرام، كيس سكر فانيلا من وزن 7 غرامات ونصف، وكأس ونصف من الدقيق. دائما كناخذ القياسات بنفس الكأس. ملعقة صغيرة من القهوة سريعة الذوبان. ندوزو على بركة الله مراحل التحضير. اولا كناخذ القالب وكندهنوه بالزبدة. ممكن تستعملوا اي قالب، ماشي ضروري تستعملوا هذا النوع اللي كيكون كيتفتح. الكثير كتوصلني العديد من التساؤلات على هذا القالب اللي عندي، كما شفتوا ها هو. الكل كيسولني علاش منين خديتيه، فانا سبق لي خديته من الانترنت. غادي نخلي لكم منين خديته في صندوق الوصف بالنسبه للسيدات اللي بغاو ياخذوه. وعندنا هنايا الزبده، غادي ندهن القالب جيدا بالزبده. دائما كنحضر القالب هو الاول بالنسبه للزبده بدرجه حراره المطبخ. بسم الله. من بعد كنرشوه جيدا بالدقيق. بسم الله. غادي نوضعوا القالب في الثلاجة هكا باش كنتفاداو التصاق الكيك في الفرن. من بعد كناخذوا الماء المغلي كنوضعوا معاه قهوة وكذلك الكاكاو. بسم الله. وكنحركوا وغادي نخليه جانبا حتى كيولي دافئ ونوضعوه مع الخليط. ملاحظة، الا كنتو كتحبوا ان طعم القهوة يكون طعم قوي فممكن تستعملوا ملعقة كبيرة، يعني كيبقى مسألة ذوق. بسم الله. اولا كنوضعوا قبصة ملح، من بعد نضيفوا البيض، السكر فانيلا، وكنحركوا هاد المكونات جيدا مع بعض. من بعد غادي نضيفوا الزيت وكنحركوا. من بعد كنضيفوا خليط الكاكاو والقهوة سريع الذوبان. كناخدو الدقيق كأس ونصف، نضيفو ليه بيكنج باودر أو خميرة حلويات، كيس واحد أو ملعقة كبيرة، كنخلطوهم جيدا. من بعد غادي نبداو في إضافة خليط الدقيق والخميرة. بسم الله. دائما الدقيق كيكون مغربل أو منخول باش كيجينا كيك خفيف وما كيكونش عندنا كرات من الدقيق او تكتلات. من بعد كنخرجوا القالب من الثلاجه كنوضعوا خليط الكيك. من بعد كندخلو الفرن بارد او ساخن كيبقى حسب الرغبه. دائما كنوضع الكيك في فرن بارد كما شفتوا معايا ها هو، درجه الحراره 170 حتى كيتحمر وينتفخ. من بعد كنشعلو الفرن من الاعلى باش يتحمر كذلك من الفوق. ها هو الكيك ديالنا بعد ما خرجناه من الفرن. كندخلو سكين هكا كنخرجوه كيكون جاف تماما. اذا هو جاهز. غادي نشوفو الان مقادير الطبقة الثانية اللي هي نصف لتر حليب، ملعقة كبيرة قهوة سريعة الذوبان،
وليست القهوة العادية، 3 أو 4 ملاعق من السكر كتبقى حسب الذوق، أنا غادي نستعمل 3، و 3 ملاعق من لاكريم باتيسيير أو الكاسترد. ممكن تعوضوه بالنشا أو الجيلاتين، يعني كيبقى لكم الاختيار. لكن بالنسبة لاكريم باتيسيير كيجي ألد. ندوزو لمراحل التحضير. بسم الله، في إناء كنوضعو نصف لتر من الحليب، نضيفو السكر وبودرة الكريم باتيسيير أو الكاسترد، بسم الله، 3 ملاعق، كنخلطو هاد المكونات جيدا حتى كيدوب لينا بودرة الكريمة. من بعد غادي نضيفو هاد القهوة سريعة الذوبان، وغادي نوضعو المكونات فوق النار. هنايا كنستمروا في التحريك دائما بدون توقف باش ما تلتصقش لينا الكريمة بقاع الإناء، حتى كتكون عندنا كريمة متماسكة كالمهلبية. بعد ما كتكون عندنا الكريمة بهذا الشكل، إذن ها هي جاهزة، كنطفيو النار. إذن كما شفتوا، نتمنى أن تكون واضحة، ها هي بسم الله. غادي نوضعوها فوق طبقة الكيك، كما شفتوا هنايا كنبقاو نبسطو فيها بهذا الشكل حتى كيتقاد لينا السطح ديالها. من بعد نخليوها حتى كتولي بدرجة حرارة المطبخ، ثم ندخلوها للثلاجة حتى كتولي عندنا متماسكة. هنايا من بعد ما كتماسك لينا الطبقة، غادي نخليوها اقل شيء ساعتين. بسم الله، كناخدو سكين، غادي ندوزو في الجوانب، بسم الله، بهذا الشكل، بسم الله. من بعد كنفتحوا القالب، بسم الله، إذن هكذا. من بعد غادي ناخذ شوكولاته سوداء. بالنسبه للتزيين كيبقى اختياري، غادي نحكها في هذه الجهه الرقيقه. بالنسبه للشوكولاته فهي بدرجه حراره المطبخ، يعني ما نكونوش واضعينها من قبل في الثلاجه، بسم الله. إذن ها هي، غادي نوضعها على الجوانب كتزيين. في هاد الكيك فما غاديش نزين، غادي نعمل فقط هاد التزيين البسيط جدا، لانه ما عنديش الوقت للتزيين. من بعد غادي نوضع الكيك في صحن، كما شفتوا كنهزوه بمساعده اي اداه عندنا في المطبخ. من بعد غادي نقسم الكيك، بسم الله، على غادي ناخذ صلصة الكراميل الجاهزة، كتباع جاهزة، ممكن تستعملو منزلية. غادي نوضعها بهذا الشكل، بنفس الطريقة اذا متابعينا، هذا هو الشكل النهائي ديال الكيك ديالنا، والشكل ديالو من الداخل. لعشاق القهوه صراحه كيجي مذاق ديالو مذاق لذيذ، لمحبي القهوه كذلك، اللي ما كتعجبوش القهوه فالطعم ديالو كيجي لذيذ. انا من الناس اللي ما كنشربش القهوه، لكن بالنسبه لهذا الكيك فكنستطع انني ناكله. إلا عجبتكم الوصفة ما تبخلوش عليها بآرائكم تعليقاتكم وانتقاداتكم، وإلا كانت هذه أول زيارة لكم في القناة فالمرجو الاشتراك مع الضغط على الجرس ليصلكم كل جديد. إلى فيديو قادم ووصفة أخرى إن شاء الله. أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.